في سياق متصل، استشهد 16 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن 7 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف الاحتلال للمخيم الجديد بالنصيرات في وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد 6 آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في شارع الجلاء قرب مفترق الغفري شمال غزة، واستشهاد 3 وإصابة 3 آخرين جراء قصف الاحتلال لمنطقة البابيدي شمالي القطاع.